خلونا نبدأ معاكم في جولتنا في أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم كالعادة من محافظة القاهرة وشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية دلوقتي مكملة لحد شارع الجيش وصولا لميدان العباسية. هنفضل ماشيين لتقاطع شارع صلاح سالم، هنلاقي ان هناك في برضو كثافات بسيطة. ناخد بالنا ان في غلق لطريق صلاح سالم من الملك الصالح باتجاه السيدة عائشة، وده تمهيدا للبدء في أعمال تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو من اتجاه كوبري عباس وحتى حديقة الفسطاط. لو رحنا عند كوبري الجلاء هنلاقي ان في سيولة مرية مكملة لطريق العروبة، وعند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تقل وتختفي واحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري كذلك الأمر أعلى كوبري المطارية القادم من الكابلات، وكورنيش النيل كمان اللي جاي من مظلات في كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة لحد وسط البلد. طرق الكورنيش بداية من المظلات وفي كثافات مرورية متحركة في الاتجاهين سواء المتجه إلى مناطق وسط البلد وحلوان أو المتجه للمؤسسة. كمان كوبري أكتوبر برضو عليه بعض الكثافات وخاصة في منطقة من وسط البلد وحتى نزلة غمرة. نروح معاكم لمحافظة الجيزة وتحديدا من شارع الهرم. حركة السيارات هناك فيه بطيئة وده بسبب طبعا غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية. في كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. المحور القادم من أكتوبر في كثافات مرورية قبل الدائري ومستمرة الكثافات المتقطعة حتى نادي الزمالك، لكن بتنتهي وده طبعا بعد توسعة كوبري 15 مايو اللي عمل استيعاب شديد للحركة المرورية، لكن المحور المتجه إلى أكتوبر فيه سيولة مرورية. إجمالي الحركة في محافظة الجيزة بسبب المحاور الجديدة تم افتتاحها زي محور الفريق قمر عامر ومحور المهندس شريف إسماعيل وغيرها عملت بالفعل سيولة مرورية كبيرة جدا فرقت مع المواطنين بشكل كبير. نروح معاكم لمحافظة المنيا وفي سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق. لو مشينا على طريق الصحراوي الغربي من محافظة بني سويف لمحافظة المنيا هنلاقي ان في سيولة مرورية، لكن طريق الشيخ فضلي في سيولة مرورية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة. اما طريق المنيا مغاغة ففي بعض الكثافات البسيطة الغير مؤثرة. الطريق الصحراوي الشرقي فيه كمان كثافات مرورية بسيطة. نروح معاكم لمحافظة الشرقية وطبعا الزقازيق وطريق الزقازيق منيا القمح في سيولة مرورية، لكن الحالة داخل مدينة الزقازيق فيها كثافات مرورية بسيطة في طريق المحافظة والجامعة. كمان في سيولة مرورية عند موقف المنصورة ومدخل الطريق الجديد لدرب نجم، والطريق بتاع أبو حماد اللي في إلى الإسماعيلية ماشي بشكل كويس ما عدا بعض الكثافات في مداخل بعض المدن ده بسبب تنظيم حركة المرور. ولازم ناخد بالنا ان إدارة مرور الشرقية أغلقت المعابر العشوائية والغير شرعية بطريق بلبيس الزقازيق واللي بتسمح للسيارات بالمرور والسير عكس الاتجاه طبعا حفاظا على أرواح المواطنين. من جولتنا في شوارع مصر مختلفة لاطمئنان على الحالة المرورية خلونا نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. في نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 39، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 32 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.